السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني على قناة ركن الرواشد، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. طبعا واحدة من المتابعات من الأخوات طلبت فيديو، تقول ما فرقاني بين الدراسينيا وبين اليوغا، واليوم بدنا نسوي فيديو حتى نوضح أنواع الدراسينيا وأنواع اليوغا. طبعا اللي دا تشوفوها هاي قدامكم اسمها هذه نوع من انواع الدراسينيا الليموني، مثل ما دا تشوفون اللي يسموها الدراسينيا الصاجية. زين، هذه كانت من مشتى الاكاسيا من الاخ ابو مصطفى من اربيل. نبتة الدراسينيا من النباتات القوية اللي تتحمل جميع الظروف، ما تحب السقي هواية. يعني شوفوا التربة مالتها تقريبا يابسة، ضعوها تقريبا يابسة، كل اسبوعين السقي مالتها بالشتاء، بالصيف بالاسبوع مرة. هاي عندنا نوع، هاي نوع من الدراسينيا. النوع الثاني هذه نسميها الشريطية، نسميها الشريطية، هذه نوع من الدراسينيا نسميها الشريطية، همينة تريد إضاءة، ما تحب السقي. هاي حتى ما نقدر نرش مي عليها، لأن من الرش مي عليها تتعفن الأوراق مالتها تتعفن. هاي بالنسبة للدراسينيا الشريطية. صار هسه ذيك الدراسينيا الصاجية وهاي الدراسينيا الشريطية. طبعا الدراسينيا تصير أوراقها أرق من أوراق اليوغا، بالنسبة للأخت أوراقها تصير أرق من أوراق اليوغا. هاي الدراسينيا الشريطية. طبعا الدراسينيا تتكاثر بالعقل، شوفوا هسه هنا مثلا هاي عندنا عقلة فسيلة، هاي نقدر نجذرها نخليها بالمي، ومن يصير بيها جذور نقدر نزرعها. هاي النوع الثاني من الدراسينيا. ايضا عندنا نوع اخر اللي هو هذا، طبعا هاي دراسينيا تصير نوع كلش قوي وروحها طويلة ما شاء الله. تدرون هذه صارها تقريبا 10 سنين عندي ما شاء الله. هذه ايضا نوع من الدراسينيا، هذه تحب السقي بس يعني شقد بالشتاء كل اسبوع مرة، وبالصيف كل كم يوم، كل يعني عدة جفاف التربة بالصيف. هاي الدراسينيا شفتوا كم نوع، الدراسينيا تصير اوراقها رقيقة ملسة ناعمة، تحب السقي اللي عنده جفاف التربة فقط. اما الدراسينيا العفو، اما اليوغا تصير اوراقها اخشن. ويانا يعني الاخت اللي سألت هذا السؤال تتابعيني او تتابعين ان شاء الله اليوم الفيديو. هاي شفتي كم نوع عندنا، هاي بالنسبة للدراسينيا هذا النوع، والدراسينيا الشريطية اللي هاي شفتيها قدامك، وايضا الدراسينيا الصاجية اللي هي هذه. هاي بالنسبة للدراسينيا. اما بالنسبة لليوغا، اليوغا ايضا عندنا انواع، هذه نوع، يلا شوفوها هذه نوع. طبعا اليوغا جدا حساسة للسقي، يعني ما تحب السقي، باعوها اوراقها تصير اوبارية، باعوها اليوغا اوراقها تصير اوبارية، ايضا تتكاثر بالفسائل او العقل، تكون السقي مالتها كل اسبوعين بالشتاء وبالصيف كل 10 ايام كل اسبوع، لان اذا سقيناها هواية هذا الساق يبدي يخيس، تبدي منين تشوفون الساق مالتها يبدي يخيس. هذه اليوغا تريد اضاءة جدا جدا قوية، لكن شمس غير مباشرة، يعني تحترق بالشمس المباشرة، لكن تريد اضاءة جدا قوية اليوغا. هاي عندنا نوع، هذا
النوع الثاني من اليوغا شوفوا ايضا تصير باعوا اطرافها أبرية، اطرافها تصير أبرية باعوها زين شلون تتكاثر. باعوا هنا ما شاء الله فاتحة، هاي طبعا ثلاثية، هذه ثلاثية اليوغا باعوها، هاي نوع من انواع اليوغا يشبه النخلة، اليوغا على الاكثر تشبه النخلة، اذا الاخت تتابع الفيديو اليوغا تشبه النخلة، وايضا قلت لكم اوراقها تصير خشنة وأبرية. وعندنا ايضا هذا النوع من اليوغا، يوغا ليموني شوفوها ايضا باعوا، باعوا النهايات مالتها الاطراف أبرية، هذه نوع من اليوغا مثل ما تشوفوها. اليوغا يا اختي تصير أبرية، تصير اوراقها خشنة مو مثل الدراسينيا ناعمة، ايضا بها يوغا ليموني، يوغا تشبه النخلة، يوغا هاي اللي شفتوها اللي احنا متعارف عليها. طبعا عندي هنا يوغا اني خليتها بالممر، ذاك اليوم اخذناها من مشتى الاكاسي اذا تتذكرون، وصورت لكم فيلم عليها فيديو شوفوها. هذه اليوغا ايضا بدلنا الشسمة مالتها، التربة مالتها وهياتها، فتحنا من قلت لكم فتحنا ركن رواشد جديد بالممر زين. هذه اليوغا طبعا نسيت احكي لكم ايضا عندي هاي الدراسينيا الليمونية همينة، اخذناها من مشتى الاكاسيا فلاور من الاخ ابو سامر مشكور على هديته الرائعة. هاي سموها دراسينيا ليموني ايضا، جدا راقية ورائعة. العفو هي من مشتى الاكاسيا فلاور زين. هاي شفتوها انواع الدراسينيا اليوم وانواع اليوغا، حتى لا تخربطين بين مثل ما قالت الاخت تخربط بين اليوغا والدراسينيا. بصورة عامة اليوغا اخشن اوراقها ونهاياتها مدببة مو مثل الدراسينيا، الدراسينيا انعم، لكن العوامل المشتركة بين اليوغا والدراسينيا انه اثنينهم يريدون اضاءة قوية، اثنينهم ما يحبون السقي، تسميد مالتهم حتى لو بالشهر مرة كلش كافي. هاي بالنسبة لليوغا والدراسينيا. عندي عدة انواع يعني هسه الدراسيني هذا نوع، هذا واحد وهذاك الثاني وبعد ذيك ثلاثة وهاي الشريطية أربعة، يعني أنا كلش أحب الدراسينيا، فالدراسينيا بها يعني وبعد بها بالمناسبة يعني أنواع بعد مو بس هذه. ها نسيت أشوفكم هذه، هاي أيضا، لا هاي واحد هذه نسيت. المهم فهذه الدراسينيا الليموني، قلت لكم الدراسينيا تختلف عن اليوغا. بالنسبة للأخت اللي سألتني الدراسينيا اختلافها عن اليوغا، الدراسينيا اختلافها عن اليوغا زين، وشوفتكم الأنواع مالتها. وطبعا كل نبات، النباتات بحر، كل نوع من النباتات نلقى بيه يعني عدة أنواع، يمكن بمية نوع بألف نوع زين عيني. لكن بصورة عامة أختي حتى تفرقين بين الدراسينيا واليوغا، الدراسينيا هذه اللي شفتيها أوراقها ناعمة ورقيقة زين، اليوغا لا يعني خشنة وهمي أنا بها أنواع أشكال هواية، لكن خشنة وممكن تتحمل إذا عدش طرمة مسقفة إضاءتها جدا قوية بس ما توصلها الشمس، الشمس تحرقها ممكن تخليها بالطرمة، لكن ما تحب السقي الهواية. التسميد ما اثنينهم يتحملون تسميد بالشهر مرة عادي كلش كافي عليهم، والتكاثر مالتهم اثنينهم سواء اليوغا أو الدراسينيا يكون بالعقل، يعني نشيلها طبعا هسه مو تعرفون هذا مو موسم التكاثر، نشيلها نخليها بالماء إلى نتجذر وبعدين نزرعها لان هي تطلع عقل بصفها. شوفوا هسه هاي عندكم هذه، هذه بها هي عقله
زين اليوغا كذلك باعوا هذه همينة، يعني هي هواي عوامل مشتركة بيناتهم، لكن هاي نبتة وهاي نبتة. أختي إن شاء الله تكونين استفاديتي من الفيديو وعرفتي تفرقين بين اليوغا والدراسينية. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.